تقدم قناة ميديا ان تي في خلال شهر رمضان الكريم العديد من البرامج المنوعة، والآن ينضم إلينا في الاستوديو الزميل أسامة بن جلون لتسليط الضوء على البرنامج اليومي قبل الفطور. أسامة أهلا وسهلا فيك. شكرا على الاستضافة. أهلا أسامة. أسامة، نود أن أخذ فكرة عن هذا البرنامج، الفكرة العامة للبرنامج، المدة، الفقرات الموجودة. البرنامج الاسم ديالو أو العنوان ديالو هو قبل الفطور، وهو اسم على مسمى، يعني هذا يبدا على قناة أو قنوات ميديا ان تي في مع 18h05 مع 6، وقسم يعني تقريبا واحد ساعة قبل الفطور، والعنوان ديالو قبل الفطور، المدة ديالو واحد 40 حتى 45 دقيقة، وفيه فقرات متنوعة ومختلفة وغنية جدا. فهاد السنة وهاد الموسم في هاد البرنامج كاينة واحد الفقرة مهمة بزاف اللي عطيناها واحد الأهمية، لأن الضرورة كتحتم علينا ذلك، هو أن خصصنا واحد جوج حتى ثلاثة دقائق في هذا البرنامج يوميا مخصصة للمغاربة اللي ساكنين برا في الخارج، وغادي تكون عندهم الكلمة باش يدوزوا الرسائل ديالهم ولا الإهداءات ديالهم للجمهور، للمشاهدين، وكذلك للقناة ميديا ان تي في اللي هما أوفياء لها. من بين الفقرات الأخرى، بس عفوا وقف عند هي النقطة، هي كيف يعني كيف سيتم تواصل المغاربة معكم؟ عن طريق يرسلوا رسائل مسجلة؟ كيف؟ كاينه واحد المسألة لينا، هو طيلة السنة كيوصلونا رسائل من طرف هاد المغاربة والمغربيات اللي ساكنين برا، كيقولوا علاش ما كتهضروش علينا بزاف، ولا شكرا حيت كتخصوا لينا مرة واحد شوية من حصص من البرامج ديالكم. فرمضان كما كتعرفي واحد الوقيتة مهمة اللي بزاف ديال المغاربة كيتواصلوا فيها وكيتفرجوا في التلفزيون وفي البرامج ديال ميديا ان تي في. هادشي علاش بحال قلتي كرمناهم وعطيناهم ديك النافذه فين ممكن يتواصلوا معنا عبر فيديوهات، خاصه في ظرف كورونا، يعني في كثير ما حسنوا يجوا على البلد، فيمكن هذا هيك بيتواصلوا مع اهلهم. هادشي اللي كاين. دونك ديديكاس يوميا فقره في برنامج وتوك شو رمضاني اليومي والمباشر قبل الفطور، ومعنا كذلك ضيوف ممكن يكونوا رياضيين ولا فنانين، ويكونوا كذلك نجوم مغاربه وكذلك نجوم عرب اللي نصادفوا في بلاتو ديال ميديا ان تي في من 6 وقسم حتى ل 7 الا ربع ان شاء الله. وما نكونش بوحدي بطبيعه الحال في تقديم البرنامج، ترافقني الزميله المتالقه حنان سوري. طيب بالنسبه للفقرات اللي ذكرت عليها بخصوص الضيوف، المواضيع الخاصه بشهر رمضان، كيف الافكار او التيم العام للمواضيع اللي نتواصل مع الضيوف؟ نتكلموا مثلا على الصحه، على الرياضه، على لو بيانيتر، كل ما هو يوغا وهادشي ولا ترند. نتكلموا كذلك على الفن، على المجتمع، على الدين، على الدنيا، على الدراما، على المسلسلات، هادشي يوميا، وماشي غير حنا كمقدمين صحفيين منشطين اللي نتكلموا عليه وغادي نناقشوه وسط بلاطو، ولكن يكونوا معنا كذلك مختصين، دي سبيسياليست، وكذلك اطباء ومدراء اهل التخصص اللي يتكلموا معنا على هذه المواضيع المهمه جدا. وهادشي كامل اكيد كيجمع بين الترفيه والاستفاده. بالنسبه للدراما، دراما بتاخذ حيز كبير خلال شهر رمضان وحيز مهم من حياه معظم المشاهدين، كيف راح تعالجوا هذا الموضوع؟ نعالجوا هذا الموضوع باستضافه مخرجين، كتاب سيناريو، وكذلك ابطال وبطلات المسلسلات الرمضانيه البارزه اللي من دابا حنا بدينا البرمجه ديالهم باش يكونوا معنا. الدراما المغربيه، بدايه من الدراما المغربيه؟ الدراما المغربيه اكيد، لانه عندها واحد الحصه كبيره من نسب المشاهده سواء في اي قناه، وكذلك العربيه بما ان المغاربه فين ما كانوا كيتبعوا بزاف الدراما العربيه، المصريه، السوريه الى اخره. طيب حاب احكي عن فقره قلت لي عليها قبل ما ادخل على استوديو، فقره خاصه بمنتصر، وي خاصه بالاكل اللي هو كثير مهم. وما يمكنش ما نتكلموش على الطبخ اكيد. في الجزء بين الجزء الاول والثاني، لانه ندير واحد الفاصل وسط البرنامج، نتكلموا على الطبخ، لانه بزاف ديال الناس كيقول لك عاوتاني تكلموا على الطبخ. لا، الطبخ مهم جدا، وزاويه تناول المساله ديال الطبخ ولا موضوع الطبخ هي فريده وجديده هاد السنه في البرنامج ديال قبل الفطور. اذا المهمه عند السي منتصر الزميل والصديق المتالق، اللي يوميا من خلال واحد الفقره مهمه بزاف ثابته في برنامج قبل الفطور اللي العنوان ديالها فود بلادي، العنوان رائع جدا، خدم معاه واحد الطاقم جميل، غادي يفسر لنا اطباق وغادي يحاول يدير لنا التحليل ديالهم، وكذلك هو يذوقهم
ويجربهم، وفي نفس الوقت غادي يستجوب دي شيف كويزيني من اروع لي شيف اللي خدامين في المغرب. يمكن اسامه هي اصعب فقره، انت صايب راح تتفرج على الاكل اللذيذ والطيب، هي اصعب شيء. صحيح لينا دائما الله يكون معك. حاب اسالك سؤال اخير بالنسبه للمشاهدين اللي حابين يتواصلوا معكم يقدموا لكم افكار او يبعثوا برسائل معينه غير اللي الفقرات اللي حتاخذها، ممكن يتواصلوا فيس او يتواصلوا انستغرام او شيء ثاني؟ اكيد اكيد، سواء عبر الانستغرام ولا الفيسبوك، فحنايا ديسبونيبل الحمد لله 24 ساعه على 24 ساعه، وكذلك عبر الصفحات الرسميه لقناه ميديا ان تي في على انستغرام على تويتر وكذلك فيسبوك، فحنايا راهن الاشاره وحنايا كنستمعوا بزاف، وانا طيله السنه كنتوصل بالاقتراحات ديال الجمهور والمشاهدين والمشاهدات، ومن بين الاقتراحات ديالهم هما اللي دفعنا عليهم باش يكونوا معنا في هذا الموسم وهذا البرنامج، يعني البرنامج مصيب للجمهور، غادي نحتاجوا الجمهور باش يعاوننا في المضمون ويتبع معنا، وحنا المهمة ديالنا هو أننا نرافقوا أي واحد، أي مغربية أو أي مغربية ولا أي مغاربي وعربي عزيز عليه قناة ميديا أن تي في يوميا من 6 أقسام للسبعة ديال العشية. أنا راح أكون من أول متابعين هذا مرحبا. البرنامج، كل التوفيق لك أسامة أنت وحنان السوري، وإن شاء الله رمضان كريم. شكرا لك. الله يسلمك.